التركية عندما يحل ضيفا اليوم على جوليبا المالي في إياب الدور نصف النهائي، وكان الهلال قد نجح في حسم لقاء الذهاب لصالحه بهدفين نظيفين. الكوري الجنوبي بطلا لدوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخه بفوزه على الأهلي السعودي بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة النهائية التي أقيمت بين جماهيره لينال شرف تمثيل القارة الصفراء في بطولة العالم للأندية المقررة في اليابان مطلع شهر ديسمبر كانون الأول القادم. في ملاعب الكرة الصفراء تغلب الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو على منافسه السويسري روجر فدرير بمجموعتين لواحدة ليلحق به إلى المربع الذهبي لنهائيات الجولة العالمية للتنس. دعونا نذكركم بأبرز عناوين النشر. يوفنتوس متصدر بهذه الأخبار وغيرها، زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت aljazeerasport.net. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء. وتتجه الأنظار اليوم إلى العاصمة الإيطالية روما التي ستشهد أحداث ديربي جديد بين قطبيها لاتسيو وروما، ويخوض الفريقان اللقاء وسط رغبة منهما بالوصول لزعامة العاصمة والاقتراب أكثر من فرق الصدارة. مراسلنا خالد الغول تابع تحضيرات الفريقين وأعد هذا التقرير. في الصدارة بعد أن قلب تأخره أمام مضيفي أستون فيلا إلى فوز بثلاثة أهداف لاثنين في الجولة 11. أستون فيلا أنهى الشوط الأول متقدم. في الليغا تغلب ريال سوسيداد على مضيفه مالاغا بهدفين لهدف واحد في الجولة 11. إلى البونسليغا حيث حسم بايرن ميونخ موقعته النارية مع مضيفه ومطارده أينتراخت فرانكفورت بالفوز عليه بثنائية في قمة الجولة 11. الفرنسي خرج سانت تيان أبرز المستفيدين من نتائج الجولة 12 بصعوده مؤقتا للمركز الثالث. من جهته قاد الجزائري فؤاد قدير فريق فالنسيان لتحقيق أول فوز خارج الديار بانتصاره على باسيا بثلاثة أهداف لهدفين، وتغلب ليل على ضيف براس بهدف وحيد، كما فوت تولوز فرصة الصعود مؤقتا لصدارة الدوري بسقوطه بميدانه أمام أجاكسيو بهدفين مقابل أربعة. الجولة 12 من الدوري الفرنسي سيحتضنها ملعب لاموسو حين يواجه مونبلييه حامل اللقب العام الماضي وصفه باريس سان جيرمان، لكن البي اس جي هذا الموسم يحتل صدارة الليغا في حين يقبع مونبلييه في المركز 15 على سلم الترتيب. حياكم اوقاتا مشاهدينا واهلا بكم الى نشرة الاخبار تاتيكم من قناة الجزيرة الرياضية الاخبارية في قطر، ونبداها بابرز العناوين. ألحق يوفنتوس هزيمة قاسية بمضيفه بيسكارا وتغلب عليه بستة أهداف لواحد لحساب الجولة 12 من الكالتشيو.